وزارة السياحة والآثار. دكتور رضا، هل أنت معي؟ معك يا فندم، أهلا وسهلا بيك. صباح صباح الخير الخير يا دكتور، إزيك؟ صباح الخير يا فندم، إزي حضرتك؟ الله يخليك. في الواقع في هذه الحلقة دكتور، يعني أنا أشرت إلى العديد من الأخبار، لو ناقشت معك قناع توت عنخ آمون ونقله إلى المتحف المصري الكبير كما أشرت. توت عنخ آمون دكتور، يعني هل تتفق معي أن يعني لو نظرنا في فترة حكمه لن نجد من النجاحات والإنجازات شيئا لافتا للانتباه سوى أنه لقب بالملك الذهبي نظرا لأن مقبرته يحوي بداخلها الكثير والعديد من الذهب؟ يعني قناع توت عنخ آمون هل سيتم نقله في موكب بالمعنى المتعارف عليه كما شاهدنا في الموكب السابق وفي احتفالية كبرى، أم ماذا دكتور؟ كيف سيكون الانتقال يعني؟ بالنسبة لقناع الملك توت عنخ آمون، هو أولا احنا مسمينه الملك المحظوظ، الملك الوحيد المحظوظ صاحب الحظ الذي اكتشفت مقبرته شبه كاملة. ده يعني لقينا اكثر من 5000 قطعه اثريه نادره، معظمها مغطى بالذهب الخالص. هذا القناع يمثل ذره هذه القطع، يعني رقم واحد في الاثاث الجنزي الخاص بالملك توت عنخ امون طبعا هو القناع. اما عن احتفاليه وزاره السياحه والاثار فهي سوف تكون احتفاليه رمزيه، خاصه انه يقطع الان هذا القناع في متحف التحرير، متحف الآثار اللي هو المتحف العتيق بالنسبة لنا الجميل اللي هو درة المتاحف المصرية. فسينتقل هذا القناع إلى المتحف المصري الكبير في ميدان الرماية، ده من وسط البلد إلى منطقة الأهرامات الجيزة. هيكون في حاجة يعني بسيطة، احتفالية بسيطة ممكن يعني يشرف عليها وزير السياحة والآثار والسيد الأمين العام وكبار رجال الدولة المسؤولين في قطاعات دكتور الآثار. يعني حتى صرح ايضا الدكتور خالد العناني وزير السياحه والاثار انه سيكون الاحتفاليه بسيطه وسوف يتم الانتقال قبل افتتاح المتحف بيومين، يبدو انه لن يعني يلقى موكبا ويكون هناك احتفال كبير كما احنا كنا نتمنى حضرتك ان احنا يكون احتفال ضخم جدا، ومصر تعيش افراح، الشعب المصري محتاج مثل هذه المناسبات الطيبه. طبعا نتجمع خصوصا دكتور انها تتعلق بالتاريخ وتتعلق بحضارة مصر تنتقل من مكان لمكان. فاحنا كنا نتمنى هذا، ولولا ان معالي الوزير يعني صرح بهذا التصريح لعله الامور تختلف وتزداد الامور حيطه وامن واستقرار وينتقل هذا القناع في حفل رائع يليق بها باعظم الاقنعه التي كشف عنها في مصر القديمه. طب دكتور سؤال اخر ايضا حول قناع توت عنخ امون، هذا القناع يعني من قطعة ذهب واحدة، يعني إن كان لديك معلومة ضفها لنا، من قطعة ذهب واحدة صنع أم من قطع ذهب ثم قاموا يعني بإلحامها ببعضها البعض؟ لا هو طبعا في أجزاء مركبة، بدليل إن الدقن كانت غير ثابتة في اللحية بتاعته، دقن بتاعت القناع ما كانتش من أصل هذا القناع، بدليل إنها وقعت فترة من فترات واضطروا أيام الدكتور الصنافي وزير الآثار السابق انهم يعني تعرض هذا القناع للترميم والتطوير يوما ما؟ كل الاثار دايما تحت اشراف اداره الترميم في كل المواقع. صحيح. يعني اطباء الحضاره يعملون ليل نهار، اللي هم زمايلنا في اقسام الترميم في المتاحف والمواقع الاثريه، ودول هم اللي فعلا بيقع عليهم العبء الاكبر في الحفاظ على الاثر. جميل. فاحنا بنرفع لهم القبعه ونهبس في اذن المسؤولين ان يجعلوا لهم قطاعا، لحد النهارده حضرتك ما نهضش قطاع للترميم في وزاره الاثار، وده طبعا عيب كبير وخطا لازم تتدركه وزاره الاثار بان تجعل لهم قطاعا اسوه بقطاع الاثار المصريه والاسلاميه واليونانيه الرومانيه والقبطيه. جميل دكتور، انتقل معك الى افتتاح المتحف اليونانيه الرومانيه، هذا المتحف المتخصص في الاثار الرومانيه، هل برايك سوف يصبح عنصر جذب خاصة في السياحة الثقافية؟ هذا طبعا بعد عمليات الترميم التي خضع لها، هذا حسب تصريحات الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن هذا يعني المتحف تم ترميمه وأيضا خضوعه إلى ترميم والتطوير، برأيك هل سوف يصبح عنصر جذب سياحي خاصة في السياحة الثقافية؟ إن مدينة الإسكندرية العظيمة التي أسسها الإسكندر الأكبر في حاجة دائما إلى تنوير ثقافي يخص العصر اليوناني الروماني.
جميل. والمتحف اليوناني الروماني في الاسكندريه هو دره المتاحف على مستوى الشرق الاوسط وليس في الاسكندريه فقط. المتحف ده كنا من حوالي 20 سنه كان مفتوح للسياحه، واحنا فوجئنا بغلقه للتطوير والترميم وصيانه بعض الجدران. ده سيفتح بعد 15 عاما من اغلاقه. ده اكثر من 20 سنه دلوقتي مقفول لهذا المتحف. السبب يا دكتور؟ يعني نقول يا اخوانا عاوزين نشوف متحف جميل في اسكندريه، المصايف اللي الناس بتروحها ما بتلاقيش هذا المتحف مفتوح، وده هيعمل ايه بقى؟ تنوير سياحي واثري وثقافي للشعب المصري كله، لان كل مصر بتبقى في اسكندريه في الوقت طبعا طوال فتره الصيف. فهو بيعمل طبعا صحوه، والاجانب كمان بيسالونا اصحابنا اين متحفكم الخاص في الاثار اليونانيه الرومانيه؟ الحمد لله اخيرا تم الانتهاء من تطويره، وان شاء الله يكون جذب سياحي عربي ومصري واجنبي. يعني اهم حاجه السياحه الداخليه كمان يحصل على عمليه تنوير رحلات المدارس والجامعات تطل دايما على هذا المتحف العظيم الذي افتقدناه لمده حوالي عقدين من الزمن. جميل. دكتور انتقل معك الى الملك رمسيس، هو حول العالم الان، برايك هل سينجح في اقناع الزائرين والسائحين بكل ما يحويه معرضه؟ معرض رمسيس لم يكن الاول في امريكا، هو طبعا هو دلوقتي يقبع في ولايه اسمها هوستن. فولايه هوستن دلوقتي يعني بتحتفل بوجود اكثر من 150 قطعه نادره تخص الملك رمسيس الثاني، وهو من اعظم ملوك الدنيا. هذا الرجل الذي عاش فتره طويله من الزمن تخطى ال 97 عاما عمره طال. يعني دكتور اضف لك، منذ طرح تذاكر المعرض الخاص برمسيس وجد قبولا وترحابا كبيرا من الزائرين والسائحين، يبدو انه سينجح في اقناعهم. مش ده وبس، ده احنا عندنا متاحف يعني كثيره. احنا انا واحد من الناس رافقت معرض لحسن الشتالي سنه 2006. جميل. واول يوم كان 12,000 زائر بيزوروا هذا، وكان في ولايه في جنوب امريكا اسمها تينيسي عاصمتها ناشفيل. فاحنا يعني بصدد حدث جميل جدا ان احنا ننقل اثارنا للعالم، واتمنى في المرات القادمه ان نستعيد عن هذه الاثار الاصليه وتظهر بقى الاثار البديله. يعني عندنا دلوقتي مصنع في مصر بيصنع اثار مقلده تشبه هذه الاثار. فحفاظا على اثارنا نقلل من سفر القطع الاصليه ونحافظ عليها داخل بلادنا، لان ما نأملش عليها في هذه البلاد، خاصه انهم عندهم اثار كثيره لمصر. وبيجي طالب بيهم باعادتها بيرفضوا. فالقانون هناك بيمنع اعاده الاثار التي قبعت في بلادهم ومر عليها 50 عام. فاحنا بصدد ان احنا معرض هيبقى جميل جدا يا رمسيس، هيزيد دخل كويس، هيدي رساله للعالم ان مصر دائما وموجوده في كل طبعا ثبت وجودها اكيد ده بحضارتها وبتاريخها ايا وطأت اقدامها. دكتور يمكن انا في الواقع الطائر ابيس او ايبس، كيف ينطق هذا الطائر الذي يدفن في منطقه شولة السبيل؟ كان رمز للمعبود، هو شكل البجع المصري. ايوه، له رجلين طويله كده ومنقار طويل، وله رقبه كده جميله، وهو في الغالب بيكون ابيض. هذا الايبس كان رمزا لمعبود الشمس رع ايبس عند الصباح. فالطائر ده كان بيصبح كده ويقف على قمم الاهرامات، لدرجه ان الاهرامات اما اتعملت بشكل مثلث كان يجي فوق القمه ويقف. فهذا اتخذ كرمز لمعبود اله الشمس رع الذي يعني يستفتح النهار في مصر القديمه. جميل. دكتور اسالك يعني لماذا استخدمت؟ اتعمل له تحريض لبعض هذه الطيور الموجوده بعضها في المتحف المصري في التحرير. جميل. دكتور لماذا استخدمت منطقه شونة الزبيب لدفنه؟ لماذا هي بالتحديد؟ هل لديك فكره عن هذا؟ جبالة تونا الجبل والمنيا عامة يعني فيها أم الديانات، هذه المنطقة مليانة عقائد لدرجة إن انتهت بالتوحيد الخالد في عصر أفلاطون. جنب تونا هتلاقي تل العمارنة، هتلاقي تل العمارنة اللي طلع منها أول موحد في التاريخ وآخر إفن شعاع من آتون اللي هو أخناتون. أيوة. إحنا عاوزين نجمع كل هذه الأرباب، مش عاوزين نعبد ارباب كثيرين، ولكن نقدس اله واحد هو الاله اتون، هو رمز الشمس التي تاتي بايدي الخير، وشبهها باشعاع الشمس، وشبه نفسه بانه هذا لولا هذا الشعاع ما كانت الدنيا. تخيلي بلد زي مصر
طول عمرها فيها الشمس، احنا قاعدين اهو بنتكلم وشايفين الشمس ساطعه، مش موجوده في اي حته في الدنيا غير في مصر. تمام دكتور، يعني اخيرا ساسالك في نبذه مختصره، ام القعاب قيل انها تستعمل كمركزا للحجاج، اي حج يتبع يعني اي عقيده تتبع دكتور، واي حج يعني نتحدث عنه في مصر القديمه كيف كانت تمارس هذه العباده انذاك؟ هل لديك فكره؟ الحجيج دائما كان لمركز وعباده المعبود وزير، اللي هو هناك بتنطاق اوزوريس. الاسم الاخراني دي باليوناني جت على كل الاسامي وانضافت، فهو في الاصل المعبود وزير. فام القعاب او كما ينطقها اهالينا في اللي في الصعيد مصر ام الجعاب، هذه المنطقه سموها ليه ام القعاب في الاصل؟ على انها مليانه الاواني التي كانت تهدى من الزوار هديه المعبود اوزوريس، فكانت تبقى منها الكعب بتاع الاواني. فكانوا تمام. شكرا دكتور رضا على كل هذه المعلومات وعلى المداخله التي كثيرا ما